السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، كالعادة الإخوان دائما تسريبات صوتية، وأنا اليوم بغيتكم تسمعوا هذا الحديث وهذا الحوار وهذا الجدال اللي دار بين شخصين، صحراوي مغربي كيعيش في العيون وأحد العائدين من مخيمات الدل، مخيمات القهرة بتندوف، وشخص آخر موالي البوليزاريو كيعيش في فرنسا من أنصار فرقشية البوليزاريو. الجدال دار بين الشخصين، وذاك الصحراوي المغربي كيعبر وكيتحدث وكيتكلم على أن إبراهيم غالي مجرم جلاد ما كيمثلش الصحراويين، وانما كيمثل واحد الشريحه صغيره اللي كتواجد في مخيمات تندوف. وحتى سكان مخيمات تندوف راه العديد منهم ما كيعترفوش بالبوليزاريو وما كيعتبروش بابراهيم غالي كرئيسهم ولا ممثل الصحراويين. نقص داك الشخص الموالي البوليزاريو داك الفراقشي اللي في فرنسا، قال ليه سير برد على راسك، بغى يستفد الزوم. رجع هذاك الصحراوي المغربي اللي في العيون قال ليه انت اللي غاتمشي تبرد على راسك، قال ليه حنا راه الصحراويين راه ساكنين في العيون، ساكنين في الداخل وساكنين في بوجدور، ساكنين في السماره، وعندنا الشركات ديالنا والعمارات ديالنا. وقال لي سير انت برد على راسك وتلفخ حتى تطرد. انا الصراحه كيعجبوني بحال هاد الصحراويين اللي كيعبروا بهذا المنطق، وبالاخص هاد الفئة من العائدين اللي عندهم الفكر المتفتح وهاد اللباقة في الكلام، ومحددين التوجه ديالهم الصريح، وكيعتبروا راسهم بأنهم فروا من جحيم لحمادة الشينا. هاد هما الصحراويين اللي كيشرفونا، وهؤلاء هما الصحراويين اللي كيشرفوا غالبية وأغلب الشعب المغربي. وما نتكلموا حنا على الشعب المغربي، راه ما كنقصدوش به المغاربه المتواجدين من قلميم حتى طنجه، لا بالعكس، الشعب المغربي خليط متجانس من القبائل وعروق والدماء. عندنا مغاربه صحراويين، عندنا مغاربه امازيغ، عندنا مغاربه دكاله، مغاربه شاويه، مغاربه ريافه، عده قبائل وعده عروق وعده جهات. قلنا كنكون الشعب المغرب العظيم، وممنوع إقصاء أي فئة على أخرى وما تكونش بيتنا القبائلية. كذلك عندنا أديان، أغلب الشعب المغربي مسلمين، لهي عندنا مغارب يهود وعندنا مغارب مسيحيين، كل له دينهم ولنا ديننا. أي واحد كيآمن بشي عقيدة ولا بشي دين يآمنوا، عنده حرية التعبير. هذا هو الشعب المغربي، دائما تعايشوا مع الأديان ونتعايشوا بسلم وامان، وما تكونش عندنا العنصريه اللي كاين في الجزائر. المهم اسمعوا خوتي هذا الجدال، حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. انا ماني شو انا مبط الطبول ولا ما مبط، انا مستراح حمد الله وفي العيون العاصمه ومستقر ومتقرش عني له ان شاء الله، ونموت والله نحيا، الله يرزقنا حسن الخاتمة عن ما لا يخلق شي ماني فيه. اسمعت ولا ردي طبولك انت وردي غباليتك ذيك اللي متمقت بيها ومتمقت بيها ابراهيم، فهمت؟ ابراهيم ذاك اللي قلت انت عني ما يمثل نسبة له للصحر، واكبر مجرم هو ابراهيم ذاك. اسمعت ابراهيم هذا اللي انتم تقولوا عنه رئيس اكبر مجرم، و77 هو اللي واقف على سجن الرشيد. اسمعت والناس وافيه منه وافيه من ذيك القياده المجرمه، ذوك الكهيلات المجرمين وفينا منهم، ولات لا يمثلوا حد. واللي شو الناس هون عارفتها، وعارفتها في المخيم وعارفتها في كل بلد. اسمعت ولا صالح شي ما هو بأهل الصحراء كاملي، ألا برد عليك والله حمي، هذا هو هذا هو لا ماك يحوت شربه والله موت، أخرك شي ما هو ما صالح شي ما هو بينك.
هلا بالشورى لك تسع. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا وسهلا. هلا تبرد عليك ذيك الجنب، ينصب عليك قلاص من قدها للصحراء والقيادة والخونة والسريقة وذيك الملاد والكذب والحق. ذا الزر الشرقي ما يعنيك، لا صب عليك القلاص من قدهم لا يعنيك ولا تتأسف. مولي ما هو فالك هلا بط الرزام والطبول وانشط، وحنا من قدنا ما أنا باقي انك تتأسف. اللهم اللي ما هي قارة ما فعلها كان الله، والله ما هي قارة. وعالم مولانا بعلمه إلا من عالم بيك يحسي كفاء. لا إذا تأسفت يا طير طاقو ولا بطيت الطبول ميذي قوار كيف لا يورطاك. مرحبا وسهلا والله بيك يا الأخ، أنا ماني عارف اسمك. وشو تبرد عليك أنت جانب تقع المصالح شي ما هو بين إحنا الطرطق. والله أنت فخ شرب لك العلك اللي انت انتفخ. ما صالح شي ما هو بينا واحنا راعينا في الصحراء. من عندك حالة رقان الى سنيقة ولا طرطق ونتفخ العيون وبكرة والداخل وبالجدور والسمار راعينا فيها وشرايكنا فيها وعماراتنا فيها والكماين فيها. ولا صالح شي ما هو بهذا الشخيص واهله وعائلته وقبائل الصحراء الموجوده، قبائل الصحراء كامل الموجوده. انت اللي تصقي سمعت من فرنسا فهمت الا تنفهم منك يا الموت المولاك شرق واحنا مات لينا ممروطي. وفين جايين ذيك القيادة؟ وانا راني خاطب هون لا القيادة ما خاطب غبيلة من غبيلة دي غير مولي. قول لراسك انت اللي تلمح على القبلية وتقول هيه اشربوا الماء. شارب انا الماء وقاعد في دياري وقاعد في عماراتي وفيت وله وانا وحدي 15,000 رجعتهم دياراتهم وتوظف. ولا خالق شي ما هو بينا. اشرب الماء والله اشرب الرابوني والله اشرب اللي بغيت. مرحبا بيك وسالوا لاني لا نقول لك ما هو ذا. الى جيت الا اللي خلق رانا فيه اللي لا يخلقه احنا فيه فهمت. امال ذاك الزفيط وذاك التنتار واحنا ولا خالق شي لا يخلق ما لا تشترك في قميص تهل الصحراء يسوى هو شنو هذا. سمعون قولوا لك انا ساوق ما مرقت من ذا المنبر سمعت ولا برد عليك الا برد عليك في فرنسا والله برد عليك شور عليك. هلا يقولوا لك انا مطرح بالشور.